وتوا بعد ما افتكينا من الجن وخدينا القيادة نقدر نحطه رجل فوق رجل. ما هو هذه مشكلة البني آدم. ما فهمتكش. بيعتقد الإنسان أن كل ما كانت تكبر يرتاح أكثر. مع ليلى من العكس تماما. شوف يا صاحبي. يعني الإمكان اللي فيه توه كبير. قائد رأس المجمع. واللي حيكون مطمع لأغلب الأعضاء. وأظن أنت شفت في الاجتماع الأخير. شفت حلفائنا وشفت أعدائنا. إيه لكن إحنا حنفرض سيطرتنا على الجميع. وبالقوة. وحنقربعوا كل البيبان اللي جينا ممكن منهم الخونة. مهما تدير مش حد. ولو دامت راح دامت للجن. راح تشوف بعينك احنا وين نقعمزين. عمر ما تنساش ان الجن دار عداوة مع اللي اقوى منه. وهذه نتيجة عداوته. دير في بالك أن عدو الإنسان الأول. هي نفسها. لذلك أي قرار اتخذته في وقت غلط. نتيجة لطمع أو جشع أو خوف. أو أي شيء يأثر عليك وخليك تندم. لذلك دير في بالك يا قصي. إن عمر مش أقوى من الجن. مساء الخير. خير. كل خير. جايين للسيد قصي في رحلة صغيرة كان سخر ربي. من حضرتك وليش جاي أنت؟ معك المحقق خالد من المباحث العامة. وعندنا أمر قبض في قصي. والأمر هذا الساعة 11 في الليل. عين العدالة ما تنام السيد عمر. جيبها. أثبت مكانك أنت وياه. تخلينيش نضيف تهمة الاعتداء على رجال الأمن. أهدي معهم. أهدي معهم. وأنا جاي وراك. عز الدين أنت محامي الجن من سنين. لو تبي تقعد في مكانك قصي بات الليلة في الحوش. حاضر سيد عمر. خلينا نطلع على ورق المحضر ونهدرز معاهم ونقول لك شنو يصير بعدين. تصرف. اللي نعرف انه قصي بات الحوش. تفضل. انا المحامي عز الدين كامل. حاضر عن موكلي. قصي. تبي تطلع على الأوراق؟ قبل ما نطلع على الأوراق ممكن نعرف بأي إذن حضرتك أرقت القبض على موكل قصي. قصي في أي ساعة حضرت الضابط أرقى القبض عليك؟ مع الأحداش. ممكن تحدد لي الوقت بالضبط؟ 11:05 تقريبا. اسمح لي حضرة الضابط نقول لك ان مذكرة التوقيف طالعة من النيابة الساعة 11:19.
يعني حضرة الضابط ألقى القبض على موكلي قبل ما ياخذ أمر مباشر من النيابة العامة. إيه وشني يعني؟ طالما الأمر موجود. هذا يعني إن حضرة الضابط قاصد موكلي وقبض عليه لأسباب شخصية وخالف أوامر قياداته مباشرة، وهذا يعطينا الحق إن نرفع دعوة كيدية ضد حضرة الضابط. وشيء آخر، لما قبض على موكلي وبدون إذن من النيابة، هل كان يتصرف من عقله أو يعرف النيابة العامة شن تبي عن ظهر غير؟ بس هو فعلاً صار تمام. شن المطلوب؟ شن المطلوب؟ الإفراج عن موكلي مباشرة. تمام، يروح معك ونطلب إثبات باللي صار حالياً في المحضر وارفاقي بنسخة منه. وشكرا. صار بصورة عطيان. وقت تحتاجني أنا موجود في الخدمة، هذا ملعبنا. توب عقلك تسلم هيك لله للوطن، تهدي صيدة وثمنها كبير، كيف تطيحها هيك يا راجل؟ أولا ما في شيء ضاع، تاني التهمة اللي جايبيننا بها ما فيش دليل عليه، يعني أول ما نعرضوه للنيابة هيفرجوا عليه. وشين الخطة توا؟ الخطة إن الرسالة وصلتهم واضحة. زيد وضح. جبتهم هنا دليل على ان هم تحت المراقبه، يعني ان عيوننا عليهم. انا نختلف معك في الكلام، بعد اللي قلته هم اللي حياخدوا حذرهم. عارف لو يقول للمجمع ان الشرطه ترقب فيهم وان قدرنا نجيبوا قصي، حيفقد الثقه اللي هو اساسا ما كسبهاش، وخاصه وان هم توا خشين في بعضهم بعد موتة الجن. جايز. أكيد. سليم، انت لازم تحسم امرك، انت معانا ولا لا؟ انا من اول يوم معاك يا عمر، وحتنفذ الكلام اللي قاله لك الولد. انت منين تعرف شو جاي يقول؟ لا نعرف، ونعرف كويس. الولد يبي مصلحتك يا سليم، حتى لو كانت ضد اهدافك. سليم، سليم، شو نقول؟ معكم. باهي يا جماعة، في شرطي مركز معنا، واضح إنه حاطة في راسها، فلهذا هدوا اللعبة شوية
وافتح عيونكم زين. لو هدينا اللعب مصالحنا توقف يا عمر. قدوة الصبح. أسماء الوزراء المترشحين تكون في مكتب الرئاسة. والاسمين اللي حاطينهم معانا تكون عندهم. وهيك نكون أول مرة تصير في المجمع. يكون لنا حكم مباشر على الوزير. أنتم بس صبركم علي الأسبوع هذا بس. لأن السبت الجاي حيعلنوا اسم الوزير الجديد. وبعدها ضبط. تو ما أعرف كيف نتصرف معه. لي طريقتي الخاصة. ممتاز جدا. شنو اسم الضابط؟ حسين أمين الصبار. بس الضابط هذا تحس إنه عنده شوي جرأة. الجرأة هذه تخوف. سلاح ذو حدين. هذه غباء من الجرأة. وأصلا ما يعرفش عن قصي هذا دائما مستعجل وراسه مليان بأفكار غبية. صدق الجن لما قال الغبي هذا لوحوه برا المجمع. حترة شد لسانك واعرف شن تقول. انت بدأت تتمادى هلبة وبدأت تهرب منك وكان عقلك يبي تعديل الرصاص. طب نود نعدله لك عادي. وما زال يأكد ان قصي انه فعلا غبي وما عنده شيء في دماغه الا افكار غبي. كيف ضابط في مكان حساس زي هذا ما يعرفش مع من يلعب؟ وكيف يتجرأ انه يدير خطوة زي هذا وفي وقت زي هذا؟ لو ملازم جديد نقوله يقوي في اعمال السنة متاعه. يبيض في وجهه. قاعد جديد وطاهر. اي سبب يمشي. لكن هذا مقدم وعنده وزن ويعرفنا من بالضبط. بالك حسابنا ضعفه وانت بالك تحسابنا اقوى. ادوي يا عمر. حسن الجن قبل يموت بفترة قال لي المجمع مخترقين وحاطين ناس يراقبوا فينا وبيناتنا. فلهذا الحل الوحيد هو الوزير الجديد. Thank you.
شدي حيلك يا ماما، شدي حيلك. الموت هذا كاس مر مكتوب شرابه على الكل. مش مصدقة يا ماما، مش مصدقة. عمي حسن كان أب بالنسبة لي، مش بس مدير. طول عمره حنين علي واللي نمتها حاضر. ما تخافيش يا حبيبتي، أنا معك. هو صح أنا والمرحوم ما كناش متفاهمين من زمان، لكن أنا أكتر واحدة نعرف قداش كان يحبك وقداش كان يخاف عليك وقداش كنتي مهمة بالنسبة لي. ولهذا يا حبيبتي نبيك تركزي على الأيام الجاية وعلى حياتك، لأنها حتكون صعبة علينا، صعبة علينا كلنا. وإحنا مش حيعنالنا بال ولا حنرتاح لين نشوف اللي قلت له معلق قدامنا. شن تقولي يا أم؟ تقرير الطب الشرعي يقول إنها مات سكتة قلبية. مش مهم تقرير الطب الشرعي، المهم قيادات المجمع شن تقول. قالوا متأثرة هلبة لدرجة أنها ما قدرتش تحضر اليوم. قضايم إلا وجه الله. وبعد ما دفنا الجن لازم نلتفتوا لأرواحنا. بما أن الكل قاعدين وحاضرين لازم يكون كلامك مؤثر هلبة يا عمر. حاول تضمهم كلهم لصفك. انت معي عمر؟ عمر؟ عمر سامحني يا عرف، كنت سارح شوي. ايش كنت تفكر؟ شيل الفايدة من هذا كله. لوين بنوصل؟ قديش متمنيت اني نعيش حياه طبيعيه؟ بيكون اخر همي اني اروح من العمل ونلقى مرتي وولادي يرجوا فيا. قديش متمنيت اني نعيشها الحياه الممله هذه. لكن تو استنتجت ان هي هذه متعة الحياة الحقيقية. من كان يقول إن يجي يوم ونقدر إني نوقف في موقف زي هوا. خسارة الجن صعبة صعبة، مش حيعوضها ولا مخلوق ولا مخلوق. وكل شخص تعامل معاه يقدر يعرف إن المرحوم كان شخصية مش حتتكرر. الجن كان راجل عصامي بدي حياته من لا شيء، كان يدافع لجماعته أكثر ما يدافع لنفسه. كان يساعد في كل حد، كان خيره سابق على الصغير قبل الكبير. هي أول مرة طلعت من المجمع.
موتها مش هيعوضها ولا إنسان في هالدنيا، ولا إنسان. الأيام السودة اللي جاية حتخليكم تعرفوا إن كان الجن كويس وخسارته شن معناها. الله يرحمك يا حسن، مش حننسوك طول ما قلوبنا تنبض. مدام زينب، كلامك كان من قلب لقلب وكده واصل لكل حضور. نهنيك على وفائك. كيف قدرتوا تفرطوا في القيادة لعيل زي هو؟ كيف؟ الله غالب، هذا نظام التصويت يا مدام، وأمره علاقات قوية مع المؤسسين، والمرحوم كان يقدم فيه على أن الرجل الأذكى والأهم في المجمع، وهذه كلها كانت دلائل على أنه يكون الوريد. وهذه أكثر حاجة أني كنت نعارك فيه عليها، كانت عاطفته الزايدة أكثر من اللزوم للي ما يتسمى عمر. معنى الكلام اللي كان ينقال صحيح؟ أي كلام؟ أنك طلعتي من المجمع لخاطر عمر. مش هذا السبب الرئيسي، لكن كان واحد من الأسباب. زينب هذه كانت بألف راجل. حكى لي عليها مرة أبوي، قال لي كانوا مسمينها تاجر المجمع. بالله هيك صاروا مسمينها على المرأة الحديدية. أنا قررت نخدم معها خلاص. كيف؟ نرمي السنارة ونشوف في نص ولا لا. خسارة، يا ريتني لحقته وخدمنا مع بعض. عند أي واحد ما عندهاش رحمة في قلبه صاحبك يا حترة. مانيش عارف وين ماشي فيها القلب. زينب هذه أخطر من إبراهيم وجماعته، وإحنا لازم نعرفه في شنو تفكر بالضبط، لأنه لو ناوي الشر صدقوني حتتمنوا يوم من أيام الشر وتقولوا يا مبهاك يا مرض بوي الأولى. مساء الخير لكل الحضور. والسلام الأكبر للأب الروحي الغايب الحاضر حسن الجن. ونبدأ كلامي ونأكد على كلام المدام زينب، إن ما فيش حاجة في الكون كلها ممكن تعوضنا العميد حسن الجن، لأن فعلاً كان بمثابة القائد والأب لينا، وإحنا كنا معه فعلا في حماية وأمان. تحضرني قصة قصيرة. زمان لما كنت صغير أخداني حسن الجن من الحوش، طلعنا بسيارته وقال لي أطلب أي حاجة تبيعها أي مكان. وقتها فرحت وفعلا طلبت هلبة حاجات، واللي كنت لطلب فيه كان يشري لي فيه بكل حب. ولما كملنا وروحنا للحوش أنزل ونزل الحاجات والشكاري اللي شرعهم لي، وحرقهم قدام عيني وقال لي كلمة ساعتها مستحيل ننساها.
قال لي عمره ما تخلي حاجتك تحت رحمة حد، لأن اللي يعطيك ببلاش هيستعدك أكبر وجيب حاجتك بدراعك وبروحك ومشي. وقتها وجعني خاطري وبكيت هلبة وحسيت وقتها أني نقرة. تاني يوم جاني وأعطاني مفتاح الحوش اللي أني عايش فيه توا. فتحتها ولقيت كل حاجة طلبتها وتمنيتها وأكتر وزيادة. وشرالي بدلة كبيرة علي هلبة وقال لي هذه طريق قدامك، يا إما تكون زيي في المستقبل أو تكون رقم زي أي رقم في هالدنيا. وزي ما شايفين لبست البدلة اليوم وجيتكم به. ختاما، مات الجسد لكن روحه وطيفه قاعده معنا، والامانه اللي خلناها لنا كبيره هلبة، ولازم نكونوا قد الامانه. وانا هو قدامكم مد ايديا وان شاء الله تكونوا معي. شكرا. اليوم الصبح وصل الأسماء للرئاسة، يعني بشر وزير جديد حتكون نهاية الدوام، وأول ما يعلنوا على اسم الوزير الجديد حنعطوه الخطة اللي حيمشي عليها. يعني نهاية الأسبوع هذا نرجع للخدمة وكل قوتنا. عرف اتواصل مع أصحاب المزارع يزيدوا في الكمية وبزيادة، كما تعرفوا أن السوق عطشان يا مهدي. الرقم مشفر وكل مرة كان الجن يغير فيه باش يصير لاش تتبع من الانتربول. وزمان أيام كان فيه تواصل كان الجن جاهزة ويعطيني في الجهاز. تفضل، هذا الجهاز اللي حتتواصل به معه. رهيب، انت من اليوم حتتغير مهارك. المخازن، التسليم، الاستلام، حتسلم لداود الرشد. لكن اغلب الموردين والموزعين يعرفوني انا والجن يا عمر. بكي يمكن معاش يتعامل معانا لو يكونوا مختلفين. اطمن، تواصلت معهم وحيتعامل مع داود بس. وكيف وصلت فيهم؟ انت تعتقد ان قائد المجمع اللي هو انا ما عندهاش المعلومات هذه يا ابراهيم؟ التعامل حيكون مع داود بس. أنا نرفض تسليم منصبي. أنا صاحب القرار يا إبراهيم مش أنت. كملوا خيركم سكتوا. وأنت سيد عمر قولي شن فيه صوتك جايب لآخر الوادي. مدام زينب ما تاخذيش في بالك مشاكل شغل وانت عارفة. لا بناخذ في بالي، ومشاكل الشغل تهمني زي ما هي تهمكم. فهمتش كيف يا كيف؟ لأن الحالة هو ما عادش يساعدني، ما عادش يمشي. أنا بنرجع للشغل، زمان كنت تهني على رزقي بوجود الجن، لكن توا لازم نشرف على كل شيء بروح، على شغلي وعلى مالي. مفهوم؟ هي مدام زينب أحد مؤسسي
للمجمع. وإن شاء الله هو رئيسكم الموقر ما يعرفش الكلام. هو هو هذا الرئيس ولا بلاش؟ ما سألتش نفسك يا سيد عمر طول السنين اللي فاتوا وين تمشي العشرة في المية من الأرباح؟ لا لا، ولا من هو الشريك السادس اللي في الشركة؟ أنا اللي نعرف عن 60% لرؤساء الشركات و40% للرفيق الكبير، أما كيف يتقاسموا فيها والفلوس كيف تمشي هذه ليش بها علاقة مدام زينب؟ أولا أنا مش مهمتي متابعة الفلوس، وثانيا مش موضوعي أساسا. لكن أنا موضوعي، موضوعي وهلبة. بعدين أنا جيت ولازم نعرف كل شيء وشيء، ولازم نفهم ونعرف علاش إبراهيم بيتم استبعاده. طبعاً بصفتي المؤسس في الشركة نقدر ندير اجتماع استثنائي للمجمع ونوقف القرار. مدام زينب، طريقتي في الإدارة تتحتم علي أن أختار اللي أني نبيهم ونطق فيهم لتسير أمور الشغل، وأنت تعرفي. تمام، كويس، اختيار الفريق كويس، إنه هو يكون كفؤ، وأنا نشوف إن إبراهيم أكثر شخص كفؤ. مفهوم يا سيدة زينب، بس رئيس المجمع هو اللي قرر من الكفؤ. هاي كويس، ورئيس المجمع متاعكم ما تقوليش من وين جاب سلاسل التوريد، ولا من وين عرفت المعلومات؟ طبعاً إذا كان بتقول لي إن الجن هو اللي قال له، معناها الجن خان المجمع، وأنتوا تعرفوا كويس إن الجن إيده ما يقطعهاش. والخيانة عنده عدو. مظبوط. كيف الجن يقول لك أنت تحديداً؟ عمر، نبيك موضوعنا. خير الدهش، شوفي. مش وقتها توا، ممكن بيك. باقي قدام اجتماع، خلي نتم ونلحق عليك. الموضوع ما يتحملش، أجل كل شيء. الوزارة ناطت لعدنان الرئيس، المرشحين تم استبعادهم. أجل كل شيء. خيرك يا عمر؟ شو في يا عمر؟ في يد كبيرة قاعدة تلعب من ورانا. الوزارة سلموها لعدنان الرئيس. أظن أنتم تعرفوا من يكون عدنان الرئيس. هذا لو الموت تنشر أروش راح عنا من الفلوس. عدنان الرئيس؟ معناها القيادة العليا عينها على المجمع. أكيد سيادة الرئيس، أنا فخور بثقة سيادتكم. فعلا هو الخبر كان مفاجئ، بس أنا دائما في خدمة الوطن. شكرا لثقتكم مرة تانية سيادة الرئيس. مع ألف سلام. مع ألف سلام. مبارك ما عليك. مش وقت تهني يا توا، احنا جايين نشتغلوا. تمام ما عليك. اسمع، ابعت لي اسماء الضباط اللي في المباحث العامة كلهم، تقاريرهم، نشرتهم، اي شيء يتعلق بهم، وبلغ الضابط المسؤول عليهم، وغدوة الصبح يكون عندي. علم وينفذ. اللي درته معاي يا جن حنخليك تشوف وانت في جهنم شنو ندير في المجمع بتاعك.